صباح رمضانكم جمهور الكي بي سي وعلى وجه الخصوص جمهور أذواق النجوم. هذا الموعد اللي صباح يلاقينا بكم في كل أمسية بعد الإفطار، نقول لكم اليوم اخترنا لكم ضيف تحبوه بزاف. هذا الضيف تعرف بكلماته المعبرة لكل الفنانين، ما نكونش نجامل لهذا الفنان كي نقول أنه تعامل مع معظم الفنانين المطربين الجزائريين. نتشرف كثيرا باستضافة المبدع كاتب الكلمات والشاعر فن الشعبي ياسين وعابد. مرحبا بك. الله يسلمك. مرحبا بك وشكرا على الاستضافة تاعك. الله يخليك وصحة رمضانك خويا ياسين. الله يسلمك وصحة رمضان المستمعين والمشاهدين اللي راهم يشوفوا فيلم. الله يسلمك. قل لي خويا ياسين، تعاملت بزاف مع المرحوم كمال مسعودي. نعم. ربي يرحمه. شحال من أغنية كتبت له؟ يا أخو احنا كنا ماشي حاجة كبيرة، على كل حال يتعامل أكثر منا في العدد. كي نهضروا على العدد، كمال صرصار اللي نحييه، كمال صرصار أعطى له المشاعر كتب اغاني العدد اكزاكت الله ما على بال. كمال مسعودي كانت كشاسوا كامل ولا عمراوي ولا غاليز ولا كانت كي تعجبو كي تحكي يحكم الاغنيه ثم خلاص. نهار توفى كامل كانت عنده الكتاب كاع كان عنده، كانت عنده ما فايته 19 اغنيه مما غناهمش كاع الوقت ما الموت سبقت داته. واش قعد غنى محلكم يا نجوم يا منسي نقمر، غنى يحصل عليك يا الدنيا فيك حكايه وحكايات، غنى شابه وعاقله انا وانت يا المسراره، غنى نعرفها شابه وعاقله. هاد الاغاني اللي قلنا برك واش يحب ياكل كمال مسعودي في الفطار وفي رمضان. كمال مسعودي وسموه الله يرحمه ياسين وعابد. كمال مسعودي نعرف بلي يحب يشرب قهوه حليب مع يمه الله يرحمها، راهي توفات غير ما في الفطور جينيرالمون ما نفطرش، جينيرالمون نفطر ما نفطرش، وفي العشاء ودي مانيش عارف الاكل التقليدي اللي يعجبني خير ما حوايج واحد اخرين. الاكل التقليدي عندي ما على باليش عندي عنده مكانه في ذاتي كدايا على الاكل هذا الحديث ولا على وفي رمضان تحب الشربه كما باقي الاشخاص. والله ما نحب في رمضان اوبليجي، رمضان اوبليجي شربه شويه هكذايا، مش في رمضان اوبليجي بيان سور شربه هكذايا نورمال كيما شربه بوراك وفي معد حاجه جوست. بالك نحب نهضر على الماكله اكثر من الماكله، بالك ربما نهضر وناكل ونعمل حكايه. يعطيو لك هذيك التبسيطه شربه واحده بوراك خلاص تباع خلاص. احنا ندعوك في نهايه هذا اللقاء انه تذوق معنا بغرض اكتشاف مواهب شباب طباخين متخرجين من مدارس الطبخ والفندقه. تفنوا في طبخ ثلاث اطباق راح نذوقوا وتقول لنا شكون الذوق اللي يعجبك. تفضل معنا خويا ياسين. تفضل. تفضل. دائما نبداو بالعصير. بسم الله. رايحين ناديو لي تروا شيف اللي طيبونا هذا ثلاث اطباق. الشيف الاول حمزه من الجزائر، والشيف الثاني اهلا بك حمزه. الشيف الثاني شينغ يونغ من الصين، اسمه هذا بيزار. كوبي خويا اش كوبي؟ طيب بلا ديالو هذا نورمالمون على حسب ضفري واش عطى لي ريجيسور. هذا لابا باين حنا ذوقناه انا وياسين على بالك بلي هذا قط، هذا قط كان يطيب في القط. يا جماعه كوبي 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 ما بالك شوف هذا هو. شوف هذا لابا باين لابا خو ما بتاكلو انتم على بالكم باللي انا ما انا في سمحوا لنا غلطنا في البلا هذا يا نبون سيبي منين جاب لكم لهنايا. هذا لابا انا هذا قلت شنو تريدو منه كلينا منه يمكن جوج كسيت انت وعلاش انا كليت منه وعلاش علاش تهضر انت يا دركا وعلاش ما هضرتش مقبل نورمال عادي انا غير وين دخلت
هو يقول لك عادي نورمال ما فيك الخطوطة. نورمال عادي، ما تقولش ما فيك الخطوطة، هذا شيء خطأ. يقول لك عادي، أنت ليش تقلقت؟ ماشي عادي، ماشي عادي، لأنه نعرف ياسين إنسان حشام و شوف انا راني نهضر باش نقص المشكل في طابير سماح بسماح خلاص 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 تقول عادي ما فيك الخطوطة عادي. راك شوف راك تهضر، راك تهضر هضرك كبيرة على لسانك. انا راني نقول لك راك تهضر، راني نقول عادي، انت تسالي كي نقول انا عادي ما تساليش. لا لا خلاص قلت عادي. حبس 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 دقيقة، اسمعني مليح شنو رايح نقولها. اسمعني انا ما نسمح لحتى واحد، دوك انتوما اللي تسمحوا لي. انا سمحت بزاف، قلت عادي خطر انطرك تقول مالك ياكل الخطوط. راك بديت تولي صامت درك. شوف يا دوك نردك، مانيش عارف ما تنشعنيش بزاف يا. قلت خلاص خلاص ماشي لا فوت خلاص. قلت خلاص سي بون، انت ما فتاكل القطع. اسمعني ما مي فورتو ما عندك وش تاع واحد، ماشي صامت يا اخو. خلي الدم مال فيك والمال خلاص خلاص. انت تاع عليك، انت عليك، انت ما عليك الا البالغ. قال يا اخو راك اللي تقط ولا طب ولا فار، مش عارف واش لا فوت ديالك. مانيش ما دبرت ديالك خاصك وعلاه وعلى لا فوت ديالك. باسكو الشيف اللي قال لا فوت تاعك، الشيف هو اللي يقول لي لا فوت. هضر معاك الشيف علي انا اخو. ما تهضر معاه، قلت لي ما بالخسره. اي قلت لك عادي، تسلي نقول لك عادي عادي تاكل خطوه. شوف الخو انا واش ندير، تسلي تقول لي عادي، ماشي تسمى تسلي. انا اللي نجرب ماشي مليحه ولا حاجه عيب. انت قلت لي ما فياكل القط، قلت لك بصحتك القط. انا واش ندير لك، انت ما فياكل القط والله يحصل فيه. انا قلت لكم كل القط شي يحصل فيك. انت تقول لي لافو ديالك يحصل فيك، انت صح غلطت. دير لنا سياسة يسمح لنا اخو وكلنا قطاطة. الله غير بزاف بزاف. قريب ضربك يا زير قريب. استغفر الله استغفر الله. رزبط تحت بها واحد عاقل. استغفر الله يا ربي. استغفر الله والله الانسان يستغفر الله والله غير يستغفر الله.